الدولة العباسية، دور القوة والازدهار. بعد أن قام الخليفتان أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور بتوطيد أركان الدولة العباسية، بدأ عصر قوة الدولة، وظهر ذلك في قوة وانتظام أمر الجيش والدواوين. وشهد عهد الخليفتين المهدي وابنه الهادي رفاهاً وازدهاراً واستقراراً داخلياً كبيراً، وتعاظم دور بغداد كعاصمة للعلم والثقافة، وبدأت مرحلة تدوين السير والتاريخ العربي الإسلامي. بلغت الدولة عصرها الذهبي خلال حكم الخليفة هارون الرشيد، فحدثت إصلاحات داخلية كبيرة كذلك، فقد استمرت الفتوحات خصوصاً في القوقاز وآسيا الوسطى والأناضول، وفتحت مدينة هرقلة وحوصرت القسطنطينية عدة مرات. كما شهد هذا الدور تعاظم نفوذ الأمراء البرامكة واستئثارهم بالوزارة والمناصب الهامة، إلى أن قام الرشيد بالقضاء عليهم ومصادرة ممتلكاتهم. وعلى الرغم من قوة الدولة، إلا أنه قامت بعض الثورات ضد الخلافة، تم القضاء على معظمها، فيما نجح بعضها الآخر في الاستقلال ببعض الأقاليم البعيدة عن المركز. ففي عهد المهدي ثار الخوارج الإباضية في تهر بالجزائر، ونجحوا في إقامة الدولة الرستمية. وفي عهد الهادي قامت في مكة والمدينة ثورة الحسين بن علي الحسني، فتم القضاء عليها في معركة فخ، ونجا من المعركة إدريس بن عبد الله الحسني الذي رحل إلى المغرب الأقصى، وتمكن من تأسيس الدولة الأدارسة. كما ثار أخوه يحيى بن عبد الله في بلاد الديلم، وتم القضاء على حركته في عهد الرشيد. وتم أيضا القضاء على ثورة الخوارج في الجزيرة التي كان يتزعمها الوليد نطريف الشاري، وقامت في عهد الرشيد ثورة في خراسان بقيادة رافع بن ليث بن نصر بن سيار، واستمرت إلى ما بعد الرشيد. كذلك فقد أقر الرشيد حكم الأغالبة في تونس على أن تكون خطبتهم للعباسيين، وذلك لكي يجعل من دولتهم حاجزاً في مواجهة الدول المستقلة الناشئة في المغرب الأقصى والأندلس.